of Martin Arnold's War, Ms. Huda Al-Sarari. جائزة مارتن أرنولدز هذه المرة في اليمن. المحامية هدى السراري اسم يعود باليمن مجددا إلى صدارة الجوائز الدولية، أرفع تكريم في مجال حقوق الإنسان حصلت عليه الناشطة اليمنية هدى السراري، لتكون أول يمنية تفوز بهذه الجائزة التي تمنحها عشر من أبرز المنظمات الحقوقية حول العالم، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب واللجنة الدولية للحقوقيين. الكشف عن شبكات السجون الإماراتية السرية في المحافظات الجنوبية، والكشف أيضا عن خلايا الاغتيالات ومناصرة قضايا أمهات المختطفين، كان هذا أبرز أنشطة المحامية خلال الأعوام السابقة. الكشف عن هذه الخلايا كان له ثمن، فقد قتل ابنها ذو 17 عاما في إبريل من العام الماضي على يد مسلحين شمال مدينة عدن. تتويج نشاط السراري هو اعتراف بالقضايا العادلة التي ناضلت من أجلها، وإدانة لكل المنتهكين لهذه الجرائم والتي بينها دولة الإمارات. أقل من عام واحد يفصل بين الجائزتين اللتين تسلمتهما هدى، ففي مطلع العام الماضي تسلمت جائزة أورورا، أما في هذا العام فقد كانت على موعد مع جائزة مارتن أرنولدز.